جذبها المال، فشقت طريقها في الإعلام من خلال الصحافة الاقتصادية. باتت تتنقل بأخبارها عن البراندات والموضات والوظائف حتى أصبحت منصاتها هدفاً لأصحاب المصالح بعد أن كانت مادة للجمهور. فماذا فعلت الإعلامية العراقية سمر المشطة كي تحقق أهدافها؟ وما أغرب شيء اتخذته لحماية سمعتها؟ تعالوا لنعرف في ملخص القصة. إعلامية عراقية ذات حضور فرضته على جمهور قناة العربية بطريقتها الخاصة، ومنذ لحظة ظهورها الأولى علمت سمر المشطة أن نصيب برامجها وفقراتها هو ذاته نصيب كتاباتها وتحليلاتها الصحفية، فالمحتوى الاقتصادي يصعب استيعابه ولا يوجد مشترون له سوى فئات معينة. وهنا تبادر لذهن سمر سؤال: كيف تصل إلى جمهور عريض؟ بدأت سمر تعد خطتها السرية لجذب الجمهور، وعلمت أن الطريق إلى قلب البيوت العربية يبدأ من السيدات الباحثات عن مصالح بيوتهن وتحقيق رغبات أسرهن وأبنائهن. ولجأت إلى حيلة لجذب الجمهور، فقررت المزج بين الصحافة الاقتصادية وبين اهتمامات المرأة. قررت إدارة قناة العربية تخصيص فقرات مسلسلة لسمر المشطة في البرامج الصباحية الخفيفة بهدف مزج تلك البرامج بمحتوى اقتصادي عن المطالب الحياتية اليومية للأسرة العربية وعرض آلية الإنفاق الأنسب للأسر. الحل بربط الأحزمة وعدم الشراء. بذلك الرأي صدمت سمر المشطة جمهورها بما لم يتوقعه، وأطلت فجأة على قناة العربية تصارح متابعيها بما لديها من معلومات عن الأوضاع الاقتصادية الحالية. أيقنت سمر المشطة أنه ما من سبيل للوصول إلى الجمهور سوى المصارحة، حتى وإن كانت قاسية. لم يتوقع أحد من متابعي العربية أن تتصدر سمر المشطة التي اعتادت نشر أخبار البراندات وأدوات التجميل وتذاكر الطيران وأنسب مواقع الترفيه. لم يتوقع الجمهور أن تكون المشطة ذاتها التي تدعو إلى ربط الأحزمة وتوفير الكاش للاحتياطيات الطارئة. لم يعد لدى سمر المشطة طريقاً للتفاؤل، وذلك بعد الأحداث الدولية التي عصفت باقتصاد العالم وبثت إلى متابعيها توقعات مفادها إن كثيرين ربما يصلون إلى نهايتهم بسبب نقص متوقع في إمدادات الحبوب. أجلت أنا وزملائي قرار شراء المنتجات عالية السعر والسيارات بعد الزيادات التي طرأت على أسعارها. تصريح آخر مثير للجدل أصدرته الإعلامية العراقية في قناة العربية دون أن تعبأ بردود الأفعال بشأنه. جذبت سمر المشط اهتمام المتابعين وانتقاداتهم في ذات الوقت، فرغم تركيز محتواها الإعلامي عبر وسائل التواصل على المادة الإعلامية التي تقدمها لجمهورها على قناة العربية، إلا أن متابعين وجهوا لها انتقادات قوية لمجرد نشرها صورة لها. فوجئت سمر المشطة بمتابع لها يرى أن أسلوبها غير مناسب للمحتوى التلفزيوني، زاعما أنها تنتهج في الكلام أسلوبا به دلال لا يناسب تخصصها الذي تتكلم فيه دائما. وذهب ذلك المتابع إلى أبعد من النقد، ورأى أن سمر المشطة أولى بها البرامج المنوعات والفنون الرومانسية على أن تبقى صلتها بمجال الاقتصاد كمحررة أو كاتبة. مشاهد آخر قال بشأن صورة سمر المشطة: الله يهديكي ويستر عليكي، شوفي ابن حلال يستر عليكي. لكن الإعلامية قررت تجاهل التعليق كأنه لم يكن، ليكون التجاهل أبلغ رد. وبرغم شهرتها مهنياً لا زالت الحياة الخاصة لسمر المشطة صندوقاً مغلقاً، فلا نشر لأي أخبار عن زواج أو خطبة. ربما تكون تلك فلسفة الإعلامية العراقية التي وإن اختلف الجمهور بشأنها أو اتفقوا، إلا أنهم يتفقون على حرفيتها في ملف الاقتصاد الذي يشمل كل شيء.